خليك 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 والله ما اقطعها. انا فد يوم قاطع لك مقطع. شوف راح اقول لك شغله حسين الشحماني. اسمع انا منطي يعني منطي توجيهات للكادر، والكادر كله حاط ايده على كف الموت، منطيهم توجيهات بس الكفر ينقطع. اما اي مواطن او ناشط يطلع بالبرنامج يسب يشتم ما اقطعها. ليش؟ لانه لازم يعرف المسؤول الفاسد اكو مني شتمه. أنا مو أراعي مشاعر المسؤول، والله خاف ينجرح مشاعره لأنه حسين الشحماني غلط عليه. لا، ليش غلط عليك حسين الشحماني؟ ليش؟ أنت نظيف ما يغلط عليك. الجيوش الإلكترونية مال الأحزاب أن يخففون شوية يعني.